نديروا في الطاقه الجديده خدنا اتصالات بالساتل وعندنا فرعين كذلك. La certification globale GAP, c'est que le produit تاعك est sain et est conforme à l'exportation. والحمد لله عندنا الشهاده هذه وعندنا تجربه في الميدان في ميدان التصدير. صدرنا من قبل الى المشرق العربي والعام اللي فات صدرنا الى اوروبا والان معولين وبقوه وعندنا منتوج اللي قادر ينافس الدول المجاوره باش نصدر الى الدول الاوروبيه عندنا. الهدف في المشاركه تاعنا باش ندخلوا افريقيا ليبيا وموريتانيا ودول واحده اخرى. وخاصة حنا في الجزائر مع تدهور سعر البترول يبقى غير الفلاحة اللي لازم نصدروا وندخلوا منها العملة الصعبة. نفتخر كعرب أن نرى الكثير والعديد من المنتجات تصنع محليا في دولة الجزائر الشقيقة، وكدولة ليبيا نحن في أمس الحاجة إلى معظم هذه المنتجات، ونتمنى من رجال الأعمال الليبيين والجزائريين أن يعملوا جنبا إلى جنب ويتفاعلوا مع هذا الحدث الاقتصادي، وهدفنا على مستوى الدولتين أن نفتح أسواق جديدة في القارة الأفريقية وفي بعض المدن والقارات الأخرى.